السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي مع شرح لعمل بحث موضوع السياحة المطلوب لهذا العام. هنبدأ مع بعض كده بعد ما حملنا القالب بتاع الوزارة اللي هو بصيغة الوورد، وده احنا كلنا انا عرضته لكم على القناة وموجود الرابط بتاعه أسفل الفيديو اللي عاوز يحمله تاني. بنبدأ نفتح القالب دوت دبل كليك كده، هيفتح معايا ببرنامج اسمه برنامج الوورد اللي موجود على كل الكمبيوترات عندنا. مكتوب الصف الرابع الابتدائي، اتأكد ان هو ده المشروع بتاعي، المشروع الاول عن السياحة. عايزين نشوف الاول الاسئلة اللي جاية لنا. بنفتح برضو بنلاقي الاسئلة المطلوبة هيت للصف الرابع الابتدائي موضوع السياحة. بيقول لي تمتلك مصر العديد من اثار العالم التي تجذب اليها السياح من كل دول العالم، في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحث يتضمن أهمية السياحة للدخل القومي. هنبتدي يعني إيه نظللها بالأصفر دي، ودي اللي هنشتغل إيه عليها. عبر في ضوء دراستك من درس اللي هو الكسور عن نسبة الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، وعايزين نسبة السياح اللي أنت بتحلم إن هم يزوروا مصر يعني إن شاء الله، ومع ذكر بعض المقترحات لتنشيط السياحة. كل دي الأسئلة اللي انت هتشتغل عليها، وفي الآخر هتصمم دعوة لزيارة مكان سياحي باللغة العربية، وهتبدأ تعمل بأحد اللغات اللي هي الأجنبية تشتغل عليها. هو ده المطلوب منك في البحث، لازم تعرف الحاجات دي كلها. هنعمل كليك شمال هنا هو كده وننزل انتر عشان نكتب العنوان. هنقول بقى العنوان هنا مرتبط بالشغل بتاعنا، وبيقول لي اهمية السياحة للدخل القومي، فانا اروح جاي قايل له كده السياحة مصدر للدخل القومي، ده العنوان اللي انا اخترته. اخلي العنوان ده كبير كده اظلله، واجي عند العشرين ديت كده اروح جاي نازل لحد مثلا ما اخليها 36 كده. خلاص انا كده عملت عملت العنوان بتاعي. الرقم التعريفي اللي هو الكود، ابتدي بقى اكتب الكود بتاعي. مثلا انا عندي مثلا ده الكود بتاعي، وبعدين معايا حد تاني من صحابي عايز يجي يشتغل معايا، بعمل الكود بتاعه وبالمسطرة كده بحرك بالمسطرة. كلنا بنلعب جيمز وعارفين المسطرة بتعمل ايه كده، تلاتة هما. طب لو احنا عايزين نبقى اربعة برضو بعمل كده وبعدين احرك بالمسطرة. لو عايزين نبقى خمسة اروح كاتب الكود الخامس. يبقى انا كده كتبت الاكواد بتاعتي في الحتة دي. نيجي للمقدمة. المقدمة طبعا انت بتكون باحث على النت، بتقول اللي هي حاجة عن السياحة مصدر للدخل القومي. المقدمة من 40 لـ50 كلمة. هتفتح جوجل، هيكون عندك اهمية السياحة كمصدر للدخل القومي، مقدمة هي كويسة جدا. هتاخدها كده كوبي بالمنظر ده، وهتروح رايح على المكان بتاع المقدمة وتلزقها بالمنظر ده. عايز عندك حاجات بالازرق كده تظللها وتبتدي تحذفها بالشكل ده. رقم واحد ده اللي موجود جوه برضو تحذفه وتظلله وتحذفه. خلاص كده انت كتبت المقدمة. عايز مثلا تباعد بين السطور، بتروح جاي على الحرف كده من الشمال وتدوس انتر على الحرف من الشمال وتدوس انتر على الحرف من الشمال وتدوس انتر. خلاص انت كده كتبت المقدمة بكل سهولة. ننزل لعناصر الموضوع بقى اللي هما من 400 ل 500 كلمة. عندك بالشكل ده كده، عطيلك تلات مربعات كده هو فاضيين هتشتغل فيهم المشروع بتاعك. نبدأ نرجع للمشروع بتاعنا اللي احنا حاطينه قدام عينينا. هنتكلم عن بيقول لي اهمية السياحة للدخل القومي. ارجع برضو لجوجل وابتدي اخد اهمية السياحة بقى في الدخل القومي اللي هي الجزء اللي انا كتبته دوت. هاخده تاني، ممكن اخده من عند الجهاز بتاعي من النوت من المقدمة. اروح جاي حاطط السهم بتاعي واعمل وادوس كنترول هيتظلل كله. احط السهم بتاعي كده واظلل كده واسحب لفوق لحد ما اخد ده عبارة عن كوبي كده، وانزل في الحتة دي هنا هوت واعمل بيست. خدت الجزء دوت، وبعدين اكمل بقى عليه من اللي هو الجوجل زي ما انا جايب كده بعمل بحث اهمية السياحة في تطوير البنية التحتية. هاخد بقى الجزء دوت عشان ده ليها دور في الدخل القومي، كوبي واروح رايح على المشروع بتاعي وابتدي الزق الكلام دوت.
ظهر لي حاجة بالأزرق كده، واقرأ المزيد، ده الرابط بتاع الموقع. طبعا بنشكرهم إن هم عملوا المقالة دي، ونبتدي ننزل نبعد السطور وننزل تاني كده نجيب حتة تاني. انت طبعا في سنة رابعة ابتدائي، مش عايزين منك يعني حاجة كتيرة. أهمية السياحة للفرد هناخدها برضو، لأن ديت ليها دور في الدخل القومي. الفرد طبعا بيشتغل وبيكسب فلوس من السياحة. أرجع وأحطها هنا هو بالطريقة ديت، وزي ما اتعلمنا أول ما ألاقي رابط كده أروح جاي حذفه، أجي على الشمال وأحط السهم بتاعي وأعمل إنتر، أوسع بين السطور عشان يبقى الشكل بتاعي كويس. خلاص كده أنا كتبت كده إيه الجزء الأولاني اللي أنا اتكلمت عنه، اللي هو أهمية السياحة للدخل القومي. تاني حاجة بيقولك عبر في ضوء ما درست في درس القصور عن نسبة الآثار الموجودة في مصر. هنيجي هنا هو هننزل تحت كده وهندوس على شيفت ونحط على حرف الزين. حرف الزين كده هيعمل نقط بالمنظر دوت. هنزل هنا هقول كده نسبة الآثار في مصر بالنسبة للعالم بتساوي، احنا عارفين ان هي بتساوي ايه، 2/3 اللي هي 1/3 آثار العالم. انا كده كتبت نسبة الآثار في مصر بالنسبة للعالم 1/3 الآثار. ارجع تاني بيقول لي نسبة السياحة التي تحلم ان يزوروا بها مصر. هتكتب كده تيجي عند علامة التنصيص اللي فوق ديت، بدل ما هي في النص تخليها على اليمين، هتقول كده نسبة السياح التي احلم ان تزور مصر. خلي بالك انت اللي هتكتبه اي حاجة هتعبر عن رأيك. واحد نفسه ان نسبة السياح اللي تزور مصر تبقى مثلا 100%، مثلا 70%، يعني النسبة دي يعني بتساوي يعني ايه، بتساوي 70/100. 70% يعني 70/100، وبالتالي يبقى انت كده ايه حر في اللي انت عايزه، اللي هتكتبه هيمشي، لان كل واحد والنسبة اللي هو نفسه فيها. مع ذكر بعض المقترحات لتنشيط السياحة وتزويد هذه النسبة، المقترحات بقى هنقوله كده المقترحات لتنشيط السياحة. هنقول بقى ايه المقترحات بتاعتنا. 1، معاملة السياح معاملة حسنة. ادي ايه، ادي 1. هتنزل تكتب 2، تقديم خدمات بأسعار جيدة للسياح. فلما نديلهم خدمات بأسعار جيدة يقولنا احنا بلدنا وكده هو. 3، زيادة الوعي بأهمية السياحة. يبقى احنا ننشر بقى الوعي عند الناس ومحدش يضايق السياح يا جماعة والكلام ده كله. يبقى دي كده مقترحاتك لتنشيط السياحة، واكتب بقى اللي انت ايه عايزه. نيجي هنا الجزء مهم جدا اللي هو ازاي ادخل صورة. كليك شمال على الصورة وتبتدي تعمل ازالة لكلمة صورة. هتطلع بقى عندي فوق في قائمة اسمها انسرت، اللي هي بعد كلمة هوم انسرت، اللي هي هتلاقي عندك لو باللغة العربية ادراج، هتلاقي مكتوب بيكتشرز، تضغط عليها كليك شمال هتفتح جهاز الكمبيوتر بتاعك. انا مجهز صور على الديسك توب، حاطط طبعا فيها صور لاثار مصر. اعمل كليك شمال كده عليها وانسرت، خلاص الصوره دخلت. اللي ما خدش باله يرجع معايا كليك شمال هنا واروح جاي شايل كلمه صوره. في سهم كده بيبقى رايح على ناحيه الشمال عندك في الكيبورد، هتيجي على انسرت، اول خانه هي مكتوب بيكتشرز او صور، كليك شمال عليها هتفتح الكمبيوتر بتاعك، تبدأ تدور على انا هلاقي صورة ابو الهول عشان بحب ابو الهول، اروح اعمل عليه كليك شمال واقول انسرت يعني ادراج. خلاص الصورة بتاعت ابو الهول دخلت اهي زي الفل 100/100. اسحبها سنة كده لتحت، خلاص فاضل لي بقى ايه، ارجع للمشروع بتاعي اللي انا شغال عليه واشوف. بيقول لي صمم دعوة لزيارة مكان سياحي باللغة العربية واحد اللغات الاجنبية. تصميم دعوة يعني هتعمل اي شكل من الاشكال يعجبك. فانا ممكن مثلا اجي هنا واروح جاي على انسرت واجي على شيبس كده واختار اي شكل مثلا اللي هو المستطيل ده
واروح جاي كاتب كده، عامل كده هوت، ادي الشكل اللي انا هعمل فيه الدعوة بتاعي. وبعدين حاجة هنا هوت على الشمال هلاقي كده حرف الايه مكتوب تكست بوكس، واروح جاي عامل ايه التكست بوكس كده جوه اللون اللي انا عامله ده، عشان هكتب ايه، هكتب جوه. اول ما احط التكست بوكس كده جوه الشكل اللي انا عملته، هلاقي المؤشر جاي على الشمال كده، هخليه يجي في، ارجع على قائمة هوم وخليه يجي في النص كده، عشان انا هكتب، اعمل انتر بس انزله في النص كده. وهو بيقول لي السؤال: صمم دعوة لزيارة مكان سياحي باللغة العربية. هقول لهم اهلا بكم في معبد ابو سمبل. يبقى انا كده كتبت الدعوة باللغة العربية. هبتدي بقى ان انا اكبرها هنا 10، اخليها مثلا 36 كده بالمنظر دوت، عندي مكان والدنيا واسعة وحلوة. اعمل انتر، اخد بقى الكلام اللي انا واخده ده كده، اهلا بكم في معبد ابو سمبل، اخده كوبي واروح رايح على ترجمة جوجل، اكون مجهزها عندي اهي ترجمة جوجل، اعمل بيست، هيترجمها لي على طول ويلكم تو ابو سمبل تمبل. اروح واخدها كده كوبي، واروح راجع على المشروع البحثي بتاعي ولازقها في المكان اللي تحت بالمنظر دوت كده، اشد من هنا سنة كده اهوت. طب هي مثلا كبيرة شوية، انا ممكن اصغرها سنة صغيرة بس عشان تبان. بص كده بانت اهيت، اعملها كده اهوت خلاص. يبقى انا كده اهلا بكم في معبد ابو سمبل بالانجلش وبالعربي ومية مية. ابدأ بقى انزل تحت هنا، خلاص ارجع للمشروع بتاعي اشوف انا خلصت ولا لأ. خلاص كده صممت كل حاجة وخلصت كل حاجة، ابدأ اكتب بقى ايه النتائج بتاعتي. اقول النتائج بتاعتي ان السياحة مهمة للدخل القومي، اقول مثلا زيادة دخل الافراد، اقول مثلا، طبعا هنا الكلام كبير كده، ابتدي اعمل اظلله واصغره شوية، بدل ما هو 20 اخليه مثلا 14 عشان عايز اكتب كلام تاني. اقول برضو من النتائج اللي انا استفدت منها: السياحة مهمة لتنمية مثلا المجتمع. خلاص كده انا كتبت النتائج بتاعتي اللي انا كتبتها. المصادر بقى اللي انت جبت منها، انت مثلا اول مصدر لازم تكتبه هتقول كتاب المدرسة، ده الاساسي. وتاني مصدر هتقول موقع الوزارة اللي هو الالكتروني، اللي هو المذاكرة الإلكترونية، موقع الوزارة اللي هو المذاكرة الإلكترونية. خلاص كده يبقى انت كده خلصت البحث بتاعك من جميع الجوانب، كتبت كل حاجة، عملت المسألة بتاعتك والنسب، كتبت موضوعك. بعد ما تخلص مشروعك وتكتبه وتراجع عليه مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي فوق عندك هنا على الشمال، بص فوق على الشمال خالص، انا بحرك الايه الماوس كده، هتلاقي الايقونة اللي هي قبل الاخيرة دي مكتوب عليها سيف، يعني حفظ. بتدوس على كنترول اس من الكيبورد لو انت يعني شاطر في الكمبيوتر، لو مش قوي يعني يبقى هتضغط عليها كليك شمال، هتبتدي تحفظ الايه الشغل بتاعك وتسيفه، وتقدر بعد كده تبعته لنا. وألف مبروك عليك النجاح في هذا العام. بشكركم، كان معكم معلم خبير محمد علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.